الماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي اللي هو ال MRA. خلي بالكو في فرق هنا ما بين ال MRI و MRA، تمام؟ ماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي اللي هو ال MRA ده بروسيجر يوزد فور ايميجينج الفاسكولار اوكلوسيف ديسيز، ده بستخدمه علشان اعمل صورة لأي فاسكولار يكون فيه انسداد، تمام؟ انسداد في الأوعية الدموية and abdominal aortic aneurysm. يبقى أي انسداد في أي وعاء دموي ممكن ان انا اعرفه او اشخصه عن طريق ان انا اعمل له MRA magnetic resonance angiography. احنا عارفين كلمة ان angiography دي مخصصة تصوير لانسداد، أي انسداد موجود في أي وعاء دموي. طيب في حاجة تانية اسمها computed tomography اللي هو CT. الكمبيوتر التوموغرافي ده عبارة عن non-invasive scan used to quantify calcium deposit in coronary artery. يبقى دوت non-invasive scan، يعني non-invasive يعني ايه؟ يعني procedure ما بيخترقش الجلد، تمام؟ طيب non-invasive يعني ما بستخدمش فيه حاجات بتخترق الجسم. احنا عارفين ان في الفرق ما بين invasive يعني بيخترق الجسم ونون انفيسيف يعني لا يخترق الجسم. فدي اشعه، تمام، يوزد تو كوانتيفاي، بتحسب لي نسبه الكالسيوم ترصيبه جوه الايه الكوروناري ارتري. دي عباره عن الكترون بيم، يعني حزمه من الاشعه كمبيوتر توموغرافي also known as ultra fast CT. دي اسامي ليها مختلفه. uses a scanning electron beam to quantify، تمام، عشان تحسب لي او تعرف لي نسبة the calcification، ترصيب الكالسيوم in the coronary artery and the heart valve، وعلى ال heart valve نفسها على الايه الصمامات القلب، تمام. يبقى هنا ال CT يعني في حاجة مميزة لي اكتر في ان هو بيحسب لي نسبة ترصيب الكالسيوم على جدار الايه الاوعية والشرايين. طبعا في اللي هو الكاردياك كاسترايزيشن اند كرونري انجيوغرافي. كاردياك كاسترايزيشن زي ما انتوا عارفين ان هي قسطره القلب، تمام، وكرونري انجيوغرافي هو ان انا بعمل تصوير للكرونري ارتري. اللي بيحصل بالظبط في الكاردياك كاسترايزيشن ان بيكون في كونتراست ميديا، يعني صبغه انتروديوسد فيا كاثيتر inserted in a large peripheral artery. يعني هي عبارة عن contrast media، يعني صبغة، تمام، بتدخل من خلال قسطرة من خلال peripheral large artery وليكن مثلا الفيمورال artery، تمام، بحقن من خلاله مادة مشعة، وبعدين بعد كده ببدأ ان انا اشوف من خلال الفلوروسكوبي are used to obtain information، بستخدمه عشان يديني معلومات about the coronary artery والheart chamber and valve والventricular function. يبقى هي مادة مشعة، تمام، بتبتدي تتحقن، بتدخل من خلال large artery peripheral artery وليكن الفيمورال artery، بتمشي في المادة ديت وبتبدأ ان انا اقدر ان انا اصورها من خلال المنظار عشان تديني انفورميشن عن اي ايه مشاكل في الارتري او الفانكشن بتاعت الفنتريكولر او الهارت شامبر، حجرات القلب والكلام ده كله، تمام. طيب في شوية يعني nursing consideration، اعتبارات مهمة جدا، حاجات لازم النيرس تبقى عارفاها. cardiac catheterization and coronary angiography nursing consideration. طب ايه الحاجات المهمة جدا لازم تتحط في الاعتبار من النواحي التمريضية؟ make sure the patient understand why he is scheduled for catheterization. يبقى لازم النيرس تبقى متأكدة ان البيشنت دوت عارف هو هيعمل الكارديا كاسترايزيشن قسطرة القلب عشان ايه.
check with the practitioner before withholding any medication. يبقى لازم المريض دوت يعمل ايه، يتشيك مع البراكتيشنر علشان ايه، لازم يوقف قبل ما يوقف اي ايه medication. Explain to the patient that he will not be able to have anything to eat or drink for 6 to 8 hours before the test. يعني مفروض ان البيشنت يكون ايه، يكون فاستنج من حوالي من 6 لـ 8 ساعات قبل ما يعمل الايه الكارديو كاسترايزيشن دي، تمام. ولو في اي ادوية معينة ممكن ان هو لازم يعني ياخد نصائح الطبيب في ان هو يعمل ويز هولدنج، هيوقف بعض الادوية، تمام. زي مثلا الادوية اللي هي مضادة للتجلط، اللي هي مثلا زي الاسبرين، لو هو المريض ده بياخد اسبرين، بياخد انتي كواجولانت ثيرابي، فلازم دي بتتوقف قبلها باسبوع، تمام. explain that he may receive a mild IV. لازم اقول للمريض ان هو هياخد mild IV or oral sedative، يعني هيكون في تخدير، تمام، before or during the procedure، قبل او اثناء البروسيجر، and that a local anesthetic will be used as at the insertion site. هياخد تخدير موضعي، تمام. تخدير الموضعي ده هيكون في مكان الانسيرشن سايت، اللي هو المكان اللي هيدخله منه القسطرة. ask the patient if he is allergic to contrast media. طبعا مهم جدا اني انا اعرف من المريض لو كان عنده حساسية من الكونتراست ميديا، اللي هي المادة المشعة اللي هو هيتحقن بيها، ودي بتبقى طبعا بتختلف باختلاف المكان، المستشفى اللي هو فيه. فلازم طبعا ان هو يكون عامل اختبار ايه حساسية قبل ما يتحقن بالمادة دي. and document any allergy and report them to the practitioner. طبعا لو عمل اختبار حساسية وقال انا عندي كذا، فلازم طبعا نعمل ريبورت للايه للفيزيشن. check the patient's lab value. لازم طبعا اللاب فاليو، اي تحاليل هو عملها لازم يتعمل عليها تشيك، اند ريبورت ابنورمال فاليو تو ذا براكتيشنر. ولو في حاجات ابنورمال لازم الايه الفيزيشن يتبلغ بيها، تمام. طيب في حاجه برضو اسمها انترا كرونري الترا ساوند اور انترا فاسكولار الترا ساوند، performed during coronary angiography. يبقى دي بتتعمل اثناء الكورونري انجيوغرافي، الصوره اللي هي بتتصور للكورونري ارتري. انجيوغرافي يعني تصوير للارتري او للفالف. obtain 2D or 3D ultrasound image، بتاخد صوره ثنائيه او ثلاثيه الابعاد. to provide، ليه بتاخد الصوره او بتتاخد الصوره دي؟ to provide a cross sectional view، يعني عشان تديني قطاع عرضي of the arterial wall of the coronary artery، تمام، عشان تديني قطاع مستعرض او شكل شكل عرضي كده للارتري وول، لجدار الارتري، تمام، وخصوصا لما بيكون في مشاكل في الايه في الكوروناري ارتري. يبقى لو هي في الارتري هتبقى انترا كوروناري الترا ساوند، ولو هي في الفاسكولار هتبقى انترا فاسكولار الترا ساوند، تمام. يبقى دي صورة للكروناري او للفاسكولار ثنائية او ثلاثية الابعاد عشان تديني كروس سكشنال فيو، قطاع مستعرض كده للكروناري ارتري او للارتيريال وول، عشان تبين لي لو في ايه مشاكل في الكروناري ارتري، تمام. في برضو اللي هو الدوبلكس ايميجينج. دوبلكس ايميجينج يوزس كونتراست ميديا. طبعا في الدوبلكس ده انا بستخدم مادة مشعة انجكتت انتو الارتري اور الفين. المادة المشعة دي الكونتراست ميديا دي بتتحقن داخل الارتري او الفين. مثلا لو اتحقنت جوه الارتري هيبقى اسمها ارتريوجرافي، لو اتحقنت جوه الفين هتبقى فينوجرافي، تمام. يبقى ارتريوجرافي تديني صورة عن الارتري، فينوجرافي تديني صورة عن الايه الفين.
to diagnose occlusive disease علشان تشخص لي الأمراض اللي فيها انسداد في الأوعية وفي الشرايين وخصوصا في ال peripheral blood vessels and thrombophlebitis في الحاجات الايه الأوعية الدموية الطرفية، تمام، وفي حدوث الايه الجلطات اللي هي بتبقى موجودة في ال peripheral artery. تمام، يبقى أي جلطة في ال peripheral artery، أي occlusive disease موجود في ال peripheral artery، يبقى أي حاجة فيها انسدادات بالنسبة للأرتري أو للفالف، تمام، أو الفاسكولر، يبقى دوبلكس على طول، دوبلكس إيميجينج. بعد كده في آخر حاجة اللي هي هيمو دايناميك مونيتورينج. هيمو دايناميك مونيتورينج ده يوزس انترا ارتيريال اند بالمونري ارتري كاثيتر، يبقى انا بدخل كاثيتر في داخل الارتري او داخل البلمونري ارتري تو مونيتور علشان اعرف ايه الارتيريال بلاد بريشر او الانترا كاردياك بريشر او السنترال فينوس بريشر. تمام، يبقى من خلال اللي هو الايه الكاثيتر ديت اللي انا بدخلها بشوف ايه الضغط الايه الوريدي السنترال فينوس ايه بريشر. ده بالنسبة لي الهيمو دايناميك مونيتورينج. تمام، هقدر اشوف من خلال الارتيريال بلاد بريشر، انترا كاردياك بريشر او سنترال فينوس بريشر اللي هو سي في بي. تمام، طيب كده احنا الحمد لله خلصنا الجزئية بتاعت الدياجنوستيك ستادي، تطرقنا فيها ل البلاد ستادي، تمام، بأشكاله المختلفة اللي هي أساسها الكاردياك انزيمز. بعد كده دخلنا على راديوجرافيكال تيست، أهم حاجة طبعا اللي هي شيست اكس راي، ايكو الكتروكارديوجرام، كونتينيوس امبيولاتري اي سي جي اللي هو الهولتر، اكسرسايز اور ستريس تيست، ماينيوت ووك تيست، ايكوكارديوجرام، وماجنتيك ريزونانس ايميجينج وماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي وكمبيوتد توموجرافي والكاردياك كاسترايزيشن اند كروناري انجيوجرافي، واخدنا نيرسينج كونسيدريشن بالنسبه للمريض اللي هو هيعمل كاردياك كاسترايزيشن اند كروناري انجيوجرافي. برضو اتكلمنا على الانترا كروناري الترا ساوند والانترا فاسكولار الترا ساوند والدوبلكس ايميجينج اند هيمودايناميك مونيتورينج. اتمنى تكون المحاضره سهله وواضحه وبسيطه بالنسبه لكم. متشكره جدا، اشكركم جميعا على حسن استماعكم، ونكمل ان شاء الله، هنكمل برضو الديسيز بتاعه الكارديو فاسكولار سيستم. متشكره جدا، سلام عليكم.